كلمة الحياة. تعبك راحة مع علي أبو الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله على حلقات كثيرة كانت تتحدث عن التعب حين يغدو راحة، ولما نراه بطريقة مختلفة، والكلام عن التخفيف وكيف يصبح الإنسان عداده شغالا. أعتقد بعد كل تلك الرحلة التي مضت أحتاج أن أتحدث الآن عن الشيء يسمى التوفية. التوفية وليس التوفية. الحلقة هذه ليست آخر حلقة، بقي لنا لسه، هذه 28. أعزائي يا مستمعي الكريم، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن الكيل بمكيالين. أنا أوقن أننا لا نحب في هذه الحياة أن يكيل أحد لنا بمكيالين، مع أنه أحياناً نحن كبشر في حالة نشوة الغضب أو الانتصار للنفس نرد الصاع بكم؟ بعشرة، أليس كذلك؟ لكني أقصد هنا الكيل بمكيالين في عالم تعبك راحة. يعني كيف يتم؟ كيف يتم؟ تعبك راحة هي عبارة عن يعني رؤية لترسيخ روح التخفيف. روح التخفيف، اللهم خفف دم كل ثقيل، آمين. اللهم خفف أعباءنا، آمين. اللهم خفف إعياءنا، آمين. اللهم خفف نصبنا، آمين. اللهم خفف إرهاقنا، آمين. اللهم خفف التزاماتنا، آمين. اللهم خفف عنا كل ما نحتاجه أن يخف عنا وفينا ومنا، آمين. التخفيف والإراحة سنة، سنة. يعني هذا البرنامج أنا أتعبد لله به سنة، يعني أتأسى فيه برسول الله. ليش؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام، هكذا وصفه سيدنا أنس، أنه كان يحب ما يخفف عن أمته. يا أخي خفف الحمل عن الناس، اللي هي التخفيف ترى مو بس التيسير، التخفيف حتى أكثر. التيسير معناه ماذا؟ شيء صعب على الناس فيسره عليهم. التخفيف لا حاجة أصلا أن يصعب الأمر على الآخرين والناس. لذلك سنة. ما معنى سنة؟ يعني طابع حياة، أسلوب حياة. ضغوط وهموم وغموم 24 ساعة تحتوي على خصلتين، تحتوي على خلق الحاجة وأن فيها حدث. ما الحدث الذي فيها؟ الحدث اللي فيها حدث الاحتقان، لأن الضغط دائما يولد الاحتقان، دائما يولد عند الإنسان حالة من الانكفاء كما يقال، يعني اللي هي مشدود، ضايق، مخنوق، ماني مرتاح، نفسي صادة، غامة علي، مالي نفس، هذا كله الاحتقان، هذا هو التعب. فيأتي سنة، تأتي سنة التخفيف، هذا الطابع الحياتي النبوي بأسلوب راحة التعب، الكيل بمكيالين، اللي هي تأتيك بالاحتضان، تغير القاف إلى ضاد، الاحتضان. كيف يصبح الإنسان كلما صار ضغطه عاليا، يعني يزيد عليه الضغوط، يحتوي نفسه، يحتضن ذاته، يلملم شعثه، يعني يعود إلى خاصته، يبدأ يخلق فهمه، منظوره في الأشياء. هذا معنى أنا أريد أن أوضح في هذه الحلقة إيش قيمة زيادة التعب. أيوة، لما نعم حين يزيد التعب ويزيد الضغط، ما أستطيع أني أتحمل، خلاص. هذه اللحظة التي أحيانا يسميها القرآن وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون،
يعني أصبح النمط والروتين يعصروك عصرا، فكيف هذا الاعتصار يتحول إلى انتصار؟ أعطانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة أبعاد. البعد الأول كأنه عليه الصلاة والسلام يوصينا، يقول يا جماعة لا تحسبوا، لا تحسب إنما احتسب، يعني ركز، لا تحسب إنما احتسب، شيل الألف ألغيها. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن لك عند الله ما احتسبت وليس ما حسبت. العداد لا يصلح بأن تحسب صار وحصل معي وأوذيت وانضغط لا، اللي هي بالاحتساب، الحمد لله والله فرجها والله صرفها والله غير والله ساعدني والله خفف عني والله رحمني والله خلاني أتحمل والله، وهكذا الله الله الله. البعد الثاني اللي أعطانا إياه سيدنا محمد في تعبك راحة شيء غريب، يقول لك ترى أنت على قدر ما يزيد تعبك تزيد قدرتك، تتشكل قدرتك على خاصية جديدة من التحمل، يعني تندهش من نفسك، ما كنت أظن يوم من الأيام أني أتحمل هذا التحمل، ترى شيء عجيب أنا تغيرت يا جماعة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في بيان ذلك: الأجر على قدر النصب. قدر النصب يعطيك قدرة على تحمل النصب. إن لك من الأجر على قدر نصابك، على قدر نصابك. فالقدر هنا يولد القدرة هنا، فكان هذا هو البعد الثاني. ها كيل بمكيالين، شيء فكرة رائعة جدا في تعبك راحة. البعد الثالث، وأنا أستعرض الأحاديث النبوية التي تتكلم عن مكافأة التعب اللي هي الراحة والعداد شغال، أكثر الأحاديث تعبر بأنه يكفر الله عنه خطاياه، يكفر ذنبه، في استعمال كلمة كفارة. المقصود فهمت من كلمة كفارة ما هي؟ هذا الحديث الجميل، المصطلح حق كفارة يعطينا إحساس غريب جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة إلا كفر الله بها خطايا، إلا كفر الله بها خطايا. تعبك راحة برعاية المركز الطبي الدولي.